شريط في رمضان على قناة أنفاس بريس هو الفنان الشعبي المخنتر كيكو. المخنتر كيكو رمضان مبارك ومرحبا بك لأنفاس بريس. الله يبارك فيك والله يطول عمرك وليدي والله يزيد في مدارك وعلي الدرجة. واش هذا المخنتر كيكو واش اسم فني ولا اسم حقيقي؟ لا اسم فني. اسم فني؟ اسم حقيقي بوحده، هذا اسم فني هو اللقب ديال الفن ديالي. انت شحال في الدومين ديال الفن؟ تقريبا الدومين ديت فيه انا والاخ ديالي في 78 1978 بديت هذيك الساعه 45 سنه. بديت هذيك الساعه انا باقي دري صغير. كنا في العلوة وجينا وتلاقينا مع مجموعة كبيرة. أول عرس خدمنا في فقرة ولاد حريز. فين كنتي؟ جينا عند الفقرة ولاد حريز في النوبل الأولى. النوبل الأولى فين كنتي؟ في العلوة. تعال نوصيك بعدا. تعال نوصيك بعدا ولا دخلتي سلم ولا تقولتي تندم تقول لي حيراني. بكل توادي. أو العلوة. قول لي سي المخنتر شي طريفة وقعت لك في شهر رمضان. وقعت لي طريفة. وجاتني على غفله غفلوني ما قريتي حسابهم. ما قريت حسابهم ورا الفطور انا معول غادي خدام طنطن لحقنا دخلت بديت الله وقود وقفت نيت يلا قلت العلوة كملت ضربت الميره ديالي رجعت كنريح كنلقى المجموعه تقلبت ما بقاش ديك المجموعه اللي كنعرف اللي الفوق ولا لتحت. ولا لتحت مالكم مالكم انا رزق واحد اللي كاين وانا الحمد لله كاين واحد القبول ديال الله سبحانه وتعالى والموهبه اللي عطاني الله. كيفاش قلبوا عليكم دابا هذيك البركه اللي نزلت الغرامة عمر اللي تلاحظ عليا حيت نادوا وجوه بحال وجهك ما تلتم قدامكم ولا حاول عليا فلوس ملي بديت نعاق قلت لهم ودي كيفاش هادشي انا تقمضتي كل شيء وانتم فين انا او كيفاش هادشي اخر ليله معاكم وبالفعل واش هما اللي قمطوا كل شيء ولا انت؟ هما قمطوا لك كل شيء خلوك خلوني على الدس. وسي المخنتر كيكون كاين شيء جديد فني كاين شيء سهرات في رمضان الحمد لله شي عراسات مورا رمضان ان شاء الله يكون خير ان شاء الله بحول الله. احنا دابا الحمد لله غاديين في التصوير مع الاحباب مع الاصدقاء بحال وجهك وحنا غاديين دابا دقه دقه ورا رمضان ان شاء الله راكم غاديين انتم اللي غاديين وسمعني العلوة 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 مرحبا يلا العلوة خاطر جمهور أنفاس بريس الله الله مرحبا يا وليدي راه بسم الله بها بديت على نبينا صليت وصل الله عليك علي شي ما خافيك يا الملائكة تسعد بيك وكل شي بين يديك يا الغادي العلوى وليدي تعال نزكيك بدق ولا دخلتي السلام لا تقولتي تندم يا تولي حيرانية جمعوا وقع الرياس وغوتوا السي عباس الله يرحمه وطانا القياس يا موسم جدك عمار وزوقي في مول الفجر وبغينا القمح يتمار والعقوبة العامة خويا تحياتي لك سي شكرا شكرا شرفتيني أنفاس بريس واش تقول للجمهور ديالك بارك لهم العواشر؟ كنقول لهم مبروك عواشركم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وما تقووش الحريرة بزاف وما تشربوش ما تاكلوش بزاف وما تشربوش العصير بزاف باش تصليو قووا مخفيين تجيو من التراويح وراه ما تاكلوا بكل توادي بكل توادي